حينما تنوي الدخول إلى العاصمة بغداد. من الطبيعي أن تشعر بمزاج سيء وأنت تتمايل بمركبتك من مطب وآخر. هذا الطريق هو طريق التاجي الذي يعد من الطرق السريعة، حيث خلف العديد من الحوادث المرورية المميتة إلى جانب ما يتسبب به من أضرار للمركبات. هذا الطريق يربط ثلاث محافظات، بيجي وصلاح الدين والموصل، طريق دولي. معاناة أهل اللوريات وأهل التاكسيات والسيارات الصغار، هذا الطريق صار لأكثر من ثلاث سنوات. هسه ماكو قانون الحمل بكيفه، أبو الحمل دي يمرد الشوارع، دي يمرد السيارات الصغار، مردوا العالم. لا أكو قانون، لا أكو دولة، وين الدولة عمي؟ حوادث تتكرر يوميا، من أسبابها عدم إدامة وتأهيل الشوارع والطرق الرئيسة، رغم إعلان الجهات المعنية بتخصيص أموال لتهيئة طرق سليمة ومنها المبالغ المأخوذة من المواطنين عند نقل ملكية المركبات، والنتيجة لم تغير من واقع الحال. مديرية مرور عام عندها قانون، من واحد يروح يبدل مثلا سنوية مال سيارة يأخذون من عنده هاي مقطوعة 30,000 دينار، يسموها مال طرق ومال الجسور. زين ماكو مشكلة، أنتم قاعد تأخذون هاي 30 مال طرق والجسور. أنا أسألكم بالله، يا المرور العامة أو أمانة بغداد أو كل من إلى يعني مسؤولية من ضمن هذا الشارع، هذا الشارع خليجون هم يشوفوه بعينهم، لا هو لا إحنا يعني وين عايشين؟ يعني هذا الشارع ما يقدر يتبلط، وشي الرادلة يعني الرادلة علم. قد لا يتحقق الأمل في الوصول إلى وجهتنا حينما نمر من هذه الطرقات، فهي أشبه بمصيدة للموت. أموال تجبى من المواطنين تحت مسمى إعمار الطرق والجسور، إلا أن واقع الحال طرق متهالكة وجسور مهملة. من مدخل بغداد الشمالي ندى المرسومي، التغيير.